أنا عندي تعقيبين سريعين، يعني واحد أجوبة على الأسئلة اللي طرحها الأستاذ سهيل حول فرضية الانخراط الأمريكي في الحرب الكبرى أو اللجوء إلى الفتن، وإضافة على اللي قاله الأستاذ خالد، لأنه بعتقد أنا حكيت عنها بسياق التقديم اللي عملته وبدي أرجع أكد عليه. إضافة للروح وإضافة للبعد المعنوي وإضافة للبعد الأخلاقي، يجب أن نركز على التفوق التقني الذي نجحت بتقديمه وإبرازه قوى المقاومة، أن قوى المقاومة الآن ربحت حرب القلوب أولا، هذا صحيح، القلوب الإيمان والمعنويات والاستعداد للتضحية والالتصاق بالأرض، وحرب الضمير ثانية، القضية المحقة وعدم الانخراط بالجريمة والدفاع عن حق بائن وعدم ارتكاب أي يعني إساءة للبعد الإنساني لما تمثله قوى المقاومة، أي ضبط معايير الحرب وفق الحسابات الأخلاقية الدقيقة وليس في سياق رد الفعل على الفعل من طبيعته، لكنها الآن تدخل مرحلة وتجتاز فيها مسافة مهمة تستحق الإضاءة عليها ويجب أن نضيء عليها، وهي ربح حرب العقول. المقاومة تربح حرب العقول، المقاومة تتفوق تقنيا، المقاومة في مهاراتها، في أسلحتها، في تطوير نوعية هذه الأسلحة، في كفاءاتها الحربية، الآن هي في مرتبة أعلى مش من المرتبة الإسرائيلية، من المرتبة الأمريكية. عندما يعترف الأمريكيون أن الصواريخ الباليستية اليمنية تتفوق على صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي وتصل إلى أهدافها وتصيب أهدافها رغم محاولات التصدي، عندما تصل الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية 40 صاروخ ماشي إلى العمق في فلسطين المحتلة، رغم أن أمريكا حشدت هي وبريطانيا وفرنسا كل ترسانة الأسلحة المتاحة، تصل هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة. عندما ينجح حزب الله، لأن التكنولوجيا التي تواجهه الآن في شمال فلسطين هي التكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية المختلطة، ويستطيع أن يرسم مسارات ثابتة أمام طائراته المسيرة لتحلق متفردة في سماء فلسطين، سواء الهدهد ليصور ويسجل ويعود أو الطائرات الانقضاضية التي تصل إلى أهدافها. أنا أدعو إلى التركيز على هذا، أدعو، لأنه بمرحلة سابقة كان التركيز ضروريا على البعد الدفاعي، أننا قادرون على منعكم من تحديد الأهداف لأنكم بماذا تخيفوننا؟ بالموت؟ نحن جاهزون للموت. الآن نحن نتحدث عن البعد الإيجابي، عن التفوق، وفي التفوق لا بد من أن نظهر هذا البعد العلمي وهذا البعد التقني وهذا البعد في المهارة والتكتيك والكفاءة القتالية. نرى في غزة مثلا 105 هو تصنيع فلسطيني في مقابل الميركافا اللي هي ذروة ما أنتجه العقل الغربي الإسرائيلي في صناعة الأسلحة، تتقابل 105 والميركافا، تتقابل عبوة الشواظ والميركافا، فتنتصر عبوة الشواظ وتنتصر قذيفة 105، تنتصر الطائرة المسيرة التي يرسلها حزب الله. هذا جانب أنا أدعو إلى التعمق في شرحه، لأنه هذا جانب في العقل البارد له صلة بتدمير هذه العنصرية التي تدعي تفوقا علميا، أنه أنت جاي أنتم فيكم تموتوا بس أنتم فيكم للتكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية، لا، فينا، وأثبتنا أنه فينا، وستأتي الأيام وقادمها بما هو أكثر. هلأ بالأسئلة، أنا فقط بدي أعيد الأسئلة اللي طرحها الأستاذ سهيل إلى نقطتين. النقطة الأولى، الفرصة الذهبية لأمريكا لتذهب إلى حرب كبرى ليست في أن تكون في دفاع عن احتلالها للعراق وسوريا، لأن هذه قضية لا تستطيع تجميع رأي عام في الغرب، ولا حتى تستطيع على المستوى الأمريكي تقديم مصلحة أمن قومي. المعركة مع إيران كانت هي العنوان الذي يمكن أن يستقطب، لأنه في تعبئة عمرها عشرات السنين على أن إيران، وأصلا هم بكل المنطقة بيقولوا إيران هي المشكلة وإيران هي سبب كل شيء وإيران هي مصدر الخطر على إسرائيل وإيران هي الداعي وهذه أذرع إيرانية. في محطتين مرقوا، مو وحدة مع ترامب أثناء هجوم أرامكو وأثناء إسقاط الطائرة الأمريكية التجسسية العملاقة، وهربت أمريكا بقرار وقالت لا نريد أن نقاتل، وهي تدفع الآن مع السعودية فاتورة هذا القرار، ولو أعادت النظر بهذا القرار وقالت للسعوديين نحن جاهزون لأن نقاتل هذه المرة
كونوا على ثقة أن السعودية مستعدة تعيد النظر بابتعاد عن أمريكا. يعني هي مش موقف عقائدي تركت أمريكا، هي تركت أمريكا وأنا علي أن أدفع الكلفة، وقت اللي مطلوب أن أطلب المساندة لا أجدكم، بينما تأتون لمساندة إسرائيل، تأتون لمساندة أوكرانيا. طيب خلي أوكرانيا وإسرائيل يفيدوكم، شو بدكم فيه؟ واقع الحال، هل أمريكا جاهزة لحرب؟ إذا جاهزة ما كانت بتعمل اللي عملته باليمن. هذا التراجع أمام التهديدات اليمنية كانت بتقول للسعودية تحدوا اليمنيين، وإحنا جايين 500,000 جندي أمريكي سيأتي إلى المنطقة وسنحطم اليمن ونكسره على رؤوس أنصار الله. هذا لم يحدث. الذي حدث، شركة سويفت التي بكبسة زر أمريكية تقطع، ومثل ما عملت مع الروس أزالت كل البنوك الروسية من السويفت، بينما أعادت رغم طلب الحكومة التي يعتبرونها شرعية في عدن، يعني هني تعدي على روسيا أزالوها، بينما إذا قالوا بدنا نزيل بنوك صنعاء فهذا طلب من الحكومة المعترف بشرعيتها في الأمم المتحدة واللي مقرها عدن، عم تقول هاي بنوك فيها تبييض وفيها مخالفات وفيها كذا فبدنا نشيلها عن سويفت، نحن نفذنا القرار. تجي شركة بتقول لحكومة انه انا ما بدي اتدخل بالشؤون الداخليه، ليش في حكومتين معترف فيهم باليمن؟ والله حكومه واحده المعترف فيها حكومه عدن، وبالتالي المنطقي والطبيعي كان ان تسير سويفت بما طلب من حكومه عدن ان تطلبه، لانه هذا مش من راس حكومه عدن. فهذا التراجع علامه على ان امريكا ليست قادره على خوض المنازله. العلامه الثانيه مع ايران ذاتها، وقت الهجوم الايراني الرادع ردا على قصف القنصليه، كمان الحفاظ على معادلات التوازن الاستراتيجي بالمنطقة كانت تستدعي من أمريكا أن تطلق يد إسرائيل برد على الرد، وإسرائيل كان لها مصلحة وكانت راغبة بأن تتورط معها أمريكا، لأنه لما تسمح لها أمريكا بتتحمل معها التبعات. فبالتالي الرد على الرد يعني أن يطال المطارات، أن يطال أماكن إطلاق الصواريخ، أن يطال أماكن تخزين الطائرات المسيرة، وحسب ما قال الإسرائيليون كانوا يحلمون بقصف مفاعلات نووية. الذي حدث أن الأمريكي أمسكهم من يدهم وقال إياكم، لأن إيران أعلنت أن الرد على الرد سيكون أشد قساوة إذا ردت إسرائيل، وأنه هذه المرة إذا كانت أمريكا طرفا فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة سوف تكون أهداف مشروعة. طيب أعطتك فرصة الحرب الكبرى إذا أنت جاهز لها، فبتقول فليكن قواعدنا ومصالحنا وقواعدكم ومصالحكم، فقررت أمريكا الانكفاء. بموضوع كردستان أنا رأيي الفرصة راحت، يعني وكانت أمريكا قادرة على ملء الفراغ فيها عندما تم الاستفتاء وفق الدستور العراقي اللي عمله برمر، والذي أعطى كردستان حق التصويت على قرار الاستقلال، وقررت الاستقلال وقررت الانفصال، وبقي مسعود البرزاني ناطر على التليفون ماك ماستر يقول له نحن معكم سنعترف بالدولة، مش طالب دعم عسكري، اعترفوا فينا كحكومة مستقلة ونحن نتكفل بأن نقاتل حتى تكونوا جاهزين للمساندة. كان الجواب الأمريكي خذوا قراراتكم على قدر مقدراتكم، فقرر مسعود البرزاني التراجع عن قرار الاستقلال. هلأ إذا ما عاد يمشوا معه الأكراد أصلا، لأنه وقت اللي كان كل التعبئة وظفت وثمرت وحدد موعد الاستفتاء وجاب 95% مع إعلان استقلال كردستان وخذله الأمريكيون، من سيصدقه الآن انه الامريكان راح يصدقوا معه؟ وبالتالي كردستان العراق هي المكان اللي بينعمل منه معركه عنوانها الاكراد. لذلك انا اقول الامريكي الان يعني يلعب على الوقت، هو يراهن ان يفرمل الاندفاع التركيه، هو يراهن على اغراءات وانه بيعرف اردوغان ببعض المصالح من المكاسب. انا رايي كمان تركيا وضع اردوغان بدا يخسر في الداخل، ومعيار الداخل هو الاساس بالنسبه لعقل الحاكم، وأردوغان عقل سلطوي يعنيه البقاء في السلطة، وهو يعلم أن معالجة مشكلاته في السلطة باتت رهنا بجغرافيا سياسية جديدة يقدم من خلالها نظام الحكم أمام الأتراك، جغرافيا سياسية غير تلك التي كان يقدمها تحت عنوان عضوية الناتو والرهان على أوروبا والعلاقة مع إسرائيل. الذهاب أبعد مع روسيا وإيران بوابته الجغرافيا السورية، وبالتالي أنا أعتقد حتى لو يعني تلعثم أردوغان وتعثر خطوة وراء خطوة، أعتقد أنه سيسير هذا المسار، وأن أمريكا ستخرج بدون ضربات، لن تخرج بدون ضربات. أنا رأيي أنه الأمريكي لا يمكن أن يخرج إلا تحت النار، ولذلك يناور ما استطاع بالمفاوضات بيعملها 10 سنين. متى بدأت المواجهة يصبح أمام خيار من اثنين، إما
أن يضع قرار الانسحاب على الطاولة، وإما أن يأتي إلى الحرب الكبرى. أنا أجزم بأنه ليس قادرا على الذهاب إلى حرب كبرى، ولذلك سيكون خياره الانسحاب. ورأيي هذه الشهور الباقية من العام هي شهور مفصلية في رسم كل خرائط المنطقة، سواء بلبنان أو بسوريا أو بفلسطين أو بالعراق أو باليمن، لكن مؤشراتها باتت واضحة. السبب، العقل الغربي كله مش بس الأمريكي يعتبر أنه حيث يفشل الجيش الإسرائيلي لا يمكن لجيش غربي آخر أن يربح. الجيش الإسرائيلي، حطوا ببالكم، هو نخبة النخبة في جيوش الغرب، هو الجيش المنخرط في حرب على مدار الأيام بينما جيوش الغرب في الثكنات، هو الجيش الذي فيه شبهة عقيدة أنه عنده قصة عم بدافع عنها، هو الجيش الذي يمكن أن يرتكب كل الجرائم دون أن يساءل، هو الجيش الذي يمكن أن يستخدم كل الأسلحة المحرمة دون أن يقيم لهذا حساب. هل هزم الجيش الإسرائيلي؟ نعم، هزم شبه هزيمة. الآن الجيش الإسرائيلي يتحلل، يتفكك، يتآكل. الأمريكي يعرف هذا، لذلك هو يريد وقفا عاجلا قريبا، لكن يريد أن يبتز إلى آخر لحظة إمكانية أن يخفف من فاتورة الكلفة التي يجب دفعها. قوى المقاومة عم تتصرف رغم مرارة الجراحات والآلام بمنطق أنه الوقت الآن هو الأثمن وهو الأغلى، ولو كانت كلفته دماء إضافية لا يجب الخضوع للابتزاز الأمريكي، ويجب المطالبة بالثمن كاملا. والثمن كاملا يبدأ من غزة، مش بالضرورة بكرة يكون الانسحاب من العراق وسوريا، لكن المعركة على العراق وسوريا، وبعتقد تبلغوا الأمريكان إذا تم الاتفاق، ستقف جبهة لبنان، ستقف جبهة اليمن مع غزة، لكن قضية العراقيين والسوريين بطرد الاحتلال من العراق وسوريا سابقة لقضية غزة وستبقى بعدها. أنا يعني أحييكم جميعا وأشكر جميع الزملاء الذين داخلوا في هذه الحلقة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا.